أعزائي المشاهدين، مسي عليكم بالخير وارحب فيكم في برنامجكم الأسبوعي الأمن والمواطن. وحلقتنا لهذا الأسبوع راح نكون في أرض مطار الكويت الدولي، نتعرف على الجهود المبذولة من أخوانكم وأبنائكم ورجال الداخلية، خاصة الآن في توسع في المطارات الموجودة عندنا اللي هو مطار T4، وعندنا مطار القديم ومطار الجزيرة، أكثر من مطار متواجد في دولتنا الحبيبة. نتعرف على طبيعة العمل وشلون أبنائكم وعيالكم رجال الداخلية شلون قدروا يغطون هذه المطارات الموجودة ويتعاملون فيها. نشوف هذا التقرير ونرجع لكم. تابع. أطلقنا برنامج مطور لنشر المعرفة الأمنية الذي يحتوي على الإجراءات والإرشادات الأمنية الخاصة بالممنوعات على متن الطائرة للحفاظ على سلامتك أثناء إجراءات السفر. تم تطوير تكنولوجيا في قطاع شؤون أمن المنافذ لتقديم الإجراءات بدقة وبشكل سريع، وذلك لتعزيز أمنكم من خلال قدرتنا على الحفاظ على مستلزماتكم أثناء مروركم بإجراءات التفتيش قبل السفر. الإجراءات والمتطلبات الأمنية بالمطار لم توضع لإرهاقكم وتأخيركم، إنما وضعت من أجل المحافظة على أمنكم وسلامتكم قبل الإقلاع. عزيزي المسافر، من الضروري أن تكون على دراية بآخر التوجيهات المتعلقة بأمتعتكم وإجراءات التفتيش الأمني الخاصة بنا قبل التوجه إلى المطار، وذلك عن طريق موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالبرنامج. وأيضا يمكنك التعرف على ما ينبغي توقعه ومعرفة خيارات التفتيش الأمني من خلال الباركود QR الموجود في صالة المقادرة قبل قيامك بإجراءات التسجيل والتفتيش. خطوة متميزة منا في سبيل نشر الوعي الأمني بين المسافرين لقلة المعرفة بأهمية الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية. تأكد من أغراضك الشخصية التي يمكنك اصطحابها في رحلتك حفاظا على سلامتك وسلامة الركاب على متن الطائرة. أعزائي المشاهدين، نبدأ حلقتنا في لقاء مع مدير عام أمن المطار اللواء وليد الصالح. نرحب فيك اللواء وليد في برنامجنا الأسبوعي الأمن والمواطن. حياك الله عقيد ناصر وأهلا وسهلا فيكم. اللواء وليد، احنا عارفين المطار الآن في نهضة، يعني شفنا التي فور، مطار الجزيرة، مطار القديم، عدة مطارات موجودة، مطار الشيخ سعد. نبي نعرف شلون تقدرون انتم كإدارة حماية المطار لهذه المطارات كلها الموجودة، وعندنا كذلك المطار الجديد اللي قاعد تجهزونه. بداية بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه كانت خطة مسبقة تقريبا من قبل 3 سنوات، كانت في خطة استراتيجية لمواكبة التطورات اللي راح تصير في المستقبل خلال الفترة الجاية. نعم. وإحنا الآن تقريبا وصلنا إلى المرحلة اللي قبل الأخيرة، يعني كانت مطار T4 هو كان المرحلة الثانية، إن شاء الله الآن المرحلة الثالثة اللي هو مطار T2. طبعا الآن في جاهزية كاملة بدعم طبعا من القيادة العليا في وزارة الداخلية، وماشيين على استراتيجية مثل ما إحنا ابتدينا بالبداية قبل افتتاح T4. إن شاء الله راح تكون نفس التجهيزات اللي بدينا فيها على T4 راح تكون نفس الشيء بالنسبة إلى T2. طبعا هذه تتزامن طبعا مع تجهيز القوة البشرية وتجهيز اللوجستي. طبعا هذه تحتاج إلى مجهود وتحتاج إلى تخطيط مسبق على أساس إن إحنا
نكون ناجحين في افتتاح ان شاء الله المطار تي 2. لواء وليد، نبي نعرف بالنسبه للمطار تي 4، يعني شوف كثير من الناس يعني مستانسين على المطار، يعني اقول لك اياها، يعني انقل الناس يقولنا بالنسبه للمطار، تنظيم المطار، بالنسبه للمطار جديد، فودي اتكلم عن المطار ونجهل هل فعلا هو نجح في عمليه التقليل من الازدحام اللي قبل كان موجود في المطار القديم؟ شوف، وهو بالنسبه يمكن انا بقول شغله يمكن غافله عن اخواننا المسافرين، البروسيجر اللي في مطار تي 2 تي 1 مختلف عن تي 4. نعم. بالنسبه للاجراءات الامنيه يمكن الان المسافرين يلاحظون ان الاجراءات اللي تؤخذ بالنسبه للاجراءات الامنيه يمكن الان المسافرين يلاحظون ان الاجراءات اللي تؤخذ في تي 1 مختلفه عن تي 4 من خلال اجراءات التفتيش. نعم. يعني الان بالتي 4 اول شيء عنده جوازات وبعدين ياخذ اجراءات التفتيش وبعدين يدخل على طول الطائره. صحيح. التي 1 لا، مختلف. صحيح. اجراءات التفتيش اول شيء بعدين الجوازات وبعدين في اجراءات تفتيش قبل دخول الطائره. نعم. طبعا احنا على اساس انه كان المطار تي 1 حسب النظام القديم وفي صعوبه ان احنا نطبق نفس الاجراءات الان اللي في تي 4. نعم. فهني راح تشوف اختلاف، يمكن يصير بعض النوبات زحمه نوعا ما اذا كانت في اكثر من طائره واكثر من جيت، ممكن تلاحظ هذا الشيء، لكن مطار تي 4 ما راح تلاحظ هذا الشيء لان في تزامن ما بين الطائرات. ايضا طبعا اقتصر مطار تي 4 الى الناقل الوطني له خطوة جوية الكويتية، فهذا ادى الى تقريبا في تفرقه ما بين مطار تي 1 ومطار تي 4. نعم. لو وليد، يعني نلاحظ يعني يمكن من لقاءاتنا اليوم او يعني تشاهد اخوانك العاملين في المطار، لاحظنا في 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 يعني تطور بالنسبه للمهارات اللي موجوده، يعني لاحظنا الناس تتكلم انجليزي، ناس تتكلم فرنسي، ناس تتكلم اردو، ناس تتكلم في لغه الاشاره. هذا تطور يعني من الاخوان نفسهم قاعد يطور نفسهم، ولا انتم كاداره او كتوجه من الرؤساء الموجودين في المطار تطوير ذاتي؟ هو شوف، هو طبعا لازم انت تطور حالك. نعم. يعني الان احنا لازم يصير فيه نسبة وتناسب. نعم. الآن الثقافة اللي في المجتمع الكويتي الآن بدأت تصير فيه ثقافة أمنية. صحيح. أنت لازم تواكبه، يعني عندك الآن أكثر من جالية قاعد أنت تواجههم في مطار الدولة. صحيح. وإحنا قاعد نلاحظ في المطارات الأخرى. نعم. أن تلاقي مثلا اللي على الجوازات يكلمك بأكثر من لغة. أكثر من لغة. نعم. وشفنا شغلة سهلة يعني. نعم. ليش ما نسويها؟ نعم. أنشأنا مركز تدريب الآن، يعني الكل أشاد فيه، بدينا أن احنا نقوم في عمليات تدريب لها ميدانية ونظرية. نعم. فكانت من ضمن الشغلات الجديدة أن احنا نحط أكثر من لغة. صحيح. شن اللغة الدارجة اللي أنت ممكن تستخدمها في مطار بحيث أن أنت تواكب معهم. نعم. فبدينا بهذه اللغات اللي أنت ذكرتها. نعم. وخليناها على يعني من الصدف أن في عندنا موظفين سواء كان مدني او عسكري يجيدون هذه اللغه. صحيح. فاحنا خذيناهم وجبناهم المركز وبدينا احنا نصغوا فيها بعض الدورات البسيطه للعناصر الامنيه اللي عندنا، والحمد لله نجحنا الان في كذا لغه، وان شاء الله الجاي بيكون افضل ان شاء الله. اللواء وليد صالح، كلمه اخيره تحب توجهها لاخواننا المواطنين المقيمين اللي يعني عندهم سفره قريبه، شنو تحب؟ والله شوف، انا دائما اذكرها في كل لقاءات. نعم. انا اشكر كل المسافرين سواء كانوا مواطنين او كانوا مقيمين على الاستجابه اللي قاعدين احنا نحس فيها بصراحه. نعم. يعني بدا الان صارت فيها ثقافه سفر بشكل غير طبيعي. نعم. صار في تعاون، حتى الاجراءات الامنيه ما قمنا يعني نحس فيها ثقل علينا. ليش؟ لان بدا في تعاون ما بيننا وبينهم. نعم. انتم ما قصرتوا بعد كاعلام امني ان انتم قاعدين يعني تحطون البروشورات وتحطون المرتب، هذه وايد بصراحه نجحت عملنا في مطار تي 4 كذلك تي 1، وان شاء الله يعني احنا ودنا نستمر يعني على اساس ان احنا نرتقي في مطارات دوله الكويت، وان شاء الله يكون في صف المطارات ان شاء الله. مشكور اللواء وليد احمد الصالح مدير عام
أمن المطار على الجهود اللي شفناها الأمانة، ونحب إن شاء الله نشوف الزيارة القادمة تكون إن شاء الله في تطور زيادة. شكرا جزيلا. شكرا. أعزائي المشاهدين، شفنا مع بعض هذا اللقاء الخاص مع مدير عام المطار وتعرفنا على طبيعة العمل. ننتقل معاكم إلى تقرير آخر ولقاء آخر لأمن المطار والمطار الكويتي. تابعونا. نتكلم عن دور مهام شعبة الإسناد الأمني وقوة الإسناد الأمني. هي شعبة مجهزة بالكامل ومسلحة بأحدث المعدات والأسلحة، حيث أن هذه الشعبة تكون على نقاط أمنية ثابتة ودوريات راجلة في أنحاء المطارات، حيث شعبة الإسناد الأمني تأخذ دورات تدريبية على مدار السنة من دورات التدخل السريع، دورات القبضات، دورات السيطرة، دورات الرماية، حيث هذه الشعبة على أتم الاستعداد لأي ظرف طارئ في المطار. إجراءات إدارة جوازات المطار هي كالتالي: في البداية يتم دخول المسافر عن طريق النقطة الأولى وهي بوابة دخول المسافر، وفي تلك النقطة يتم التدقيق على وثيقة السفر والتدقيق على بطاقة ركوب الطائرة، ومن ثم يتوجه المسافر إلى الكاونتر ويتم توثيق حركة مغادرة للمسافر. وفي بعض الأحيان نواجه مشكلة وهي وجود منع سفر على المسافر، في تلك المشكلة يتم توجيه المسافر إلى مكتب العدل في المطار، وإذا كان عليه مبلغ مالي يتم دفع المبلغ وإزالة منع السفر أو إزالة البلوك اللي على اسمه، ومن ثم يمكن للمسافر المسافر وتوثيق حركة مغادرة للمسافر. وبعد ذلك يتوجه المسافر إلى النقطة الأخيرة في صالة المغادرة، وفي تلك النقطة يتم التدقيق على بطاقة ركوب الطائرة، ويتم التدقيق أيضا على جواز السفر للتأكد من أنه تم توثيق حركة مغادرة للمسافر. ونود أن ننوه على أخوان المسافرين على المحظورات في صالة الجوازات، وهي كالتالي: عدم وضع النظارات الشمسية بأنواعها، عدم استخدام الهاتف سواء للتصوير أو للمكالمة، وعدم وضع الكاب أو قبعة الرأس. شاكرين لكم تعاونكم ونتمنى لكم السلامة. رحب فيك ملازم أول مشعل خالد الحربي، رئيس قسم التفتيش الأمني في مطار الكويت تي فور. ملازم مشعل، ودنا تعرفنا على الإجراءات الأمنية المتبعة للمسافر من بي تي فور، وشنو الفرق بين الإجراءات الجديدة والمطار القديم أو المطار الجديد؟ شنو الفرق بينهم؟ نعم، حاليا بحيث أن دخول الراكب إلى أجهزة أو إلى مناطق الوزن بعد انتهاء من مناطق الوزن، ينتقل الراكب من منطقة الوزن إلى نقطة المغادرة حيث يتم ختم جوازه والتوثيق له للسفر. بعد الخروج من الجوازات ينتقل إلى النقطة المركزية وهي النقطة الأولى والأخيرة تقريباً، لأن بعدها راح تدش الطيارة. نعم. النقطة المركزية هذه يتم فيها تطبيق إجراءات التفتيش حسب المعايير الدولية المطلوبة من الإيكا أو كذلك TSA والدي إف تي. نعم. بالنسبة يمكن إحنا يمكن قبل تطلع ويانا كان عندنا تقرير اللي شرحنا أو بالتقرير يوضح اللي هو اللي حطيته التعريف للأشياء الممنوعة. شنو أكثر شيء تشوفونه أنتم مثلاً اللي الناس تجهله وتاخذوا وياها في 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 السفر يعني؟ نعم صحيح، الاشياء الممنوعه هي يكون اي شيء فوق ال 100 ملي ممنوع. نعم. في بعض اشكاليه من الركاب حيث انه يدش المغادره مع عطر فوق ال 120 ملي او 100 او نعم. فوق ال 100 ملي يكون في نص حسب الاستخدام، بعد ما يواجه مفتش امن المطار يقول له عندي مثلا هذا تحت ال 100 او تحت ال 120، ممنوع منع باتن، بحيث ان المفتش او مفتش امن المطار يتم التدقيق على العطر او السائل حسب التعليمات المكتوبه على العلبه نفسها. نعم. كذلك البودر ممنوع فوق 350 جرام، ممنوع منع باتن. بالنسبه للادويه؟ الادويه يتم صرفها للمريض. نعم. حسب خبرتنا كلنا يتم صرفها للمريض حسب وصفه طبيه، فعند وجوده على المغادره يجب على المريض ابراز تصريح الدكتور او وصفه الدكتور ان الادويه هذه مصروفه له كشخصه. نعم. شنو الشغلات اللي تواجهونها مثلا او شائعه عندكم مثلا في شغله مثلا تفضلت ان العطور او في شيء ثاني تحب تنوه فيه من خلال برنامج حق اخوانك المواطنين المقيمين؟ نعم صحيح. جهاز البادي سكان او الجهاز اللي تم وضعه في مطار الكويت الدولي والتي 4. نعم. جهاز البادي سكان جهاز يتم ادخال الراكب له عن طريق
عن طريق الووك ثرو، بعد ما يمر الراكب مرتين بالووك ثرو يصفر عليه الووك ثرو يتم انتقاله الى جهاز البادي سكان. بادي سكان في بعض اشكاليه عند الركاب ان الراكب يشوف ان البادي سكان يكشف اعضاء الجسم او يكشف ما في داخل الجسم، وهذا مفهوم خاطئ غير صحيح، حيث ان جهاز البادي سكان هو صوره فقط خارجيه تبين للمفتش الاشياء الممنوعه او المحظوره موجوده فوق جسم المسافر. زين، بالنسبه للمفتشين الان اللي موجودين عندكم بالتي 4، وين قاعد ياخذون تدريباتهم؟ هل هم مثلا مواطنين او اللي قاعد تستعون في شركات خارجيه للتفتيش، او يعني اشرح لنا على المطار. نعم صحيح، اليه توظيف المفتشين تكون عن طريق التطبيقي بموافقه من وزاره الداخليه عن طريق مقابلات شخصيه كدوره. نعم. بعد الانتهاء من الدوره مده سنتين يتم اخضاع المفتش نفسه بعد الدوره سنتين الى دورات تخصصيه في مركز تدريب تخصصي في اداره امن المطار. بعد الدورات التخصصيه يتم فرزه على نقاط التفتيش بحيث يكون مدقق ومفتش على الشركات الامنيه التي تم التعاقد معها. نعم، يعني بالنسبه تقول المفتشين لهم خبره ودورات. نعم. في هذا المجال. نعم صح. كلمه اخيره الملازمه والمشعل خالد الحربي، ودي تقولها وتوجهها لاخواننا المواطنين المقيمين مشاهدي برنامجنا بالنسبه للشغلات اللي يعني يجهلونها في عمليه انه لما يسافر يكون ياخذها وياه مثلا بالاجراء. نعم صحيح، احب انوه للمسافرين ان كل اجراء يتم اتخاذه في مطار مبنى التي 4 او مطار الكويت الدولي هو لحمايه المسافر وغرضه تامين الطائرات وبدن والمسافرين. نعم. وليس غرضه تعطيله. نعم. نعم صحيح. شكرا لك ملازم مشعل خالد حربي. اعزائي المشاهدين، شفنا الفقره هذه مع رئيس قسم التفتيش الامني، ننتقل الى فقره اخرى، تابعونا. ارحب فيك ملازم اول هدار عبد السلام. ودنا تعرفنا او انت كضابط امن المطار. نعم. اللي هو تي 4، شنو الدور تقومون فيه في حمايه امن المطار كمسؤوليه من قبلكم؟ احنا مسؤوليتنا كوننا قسم امن المبنى مبنى الركاب رقم 4، حمايه امن المطار الداخلي. نعم. محيط المطار الداخلي كوننا جهه اختصاص، اي مشكله تحصل داخل مبنى المطار يتم احالتها للجهات المعنيه او الجهات المختصه. بعد حصول المسافر على بطاقة صعود الطائرة يتوجه إلى نقطة التدقيق الأمني، يتم التدقيق على بطاقة صعود الطائرة مع الجواز، في حال المطابقة يتم التوجه إلى نقطة التفتيش المركزية اللي هي بعد نقطة التدقيق الأمني. نعم. زين، شنو تواجهون الملازم هدال بالنسبة للركاب؟ مثلا شنو مثلا تواجهون المشاكل والركاب خاصة في والله يكون احنا قسم من المبنى نواجه أكثر من مشكلة، وهي المشاكل المعتادة من الركاب الموظفين. نعم. بداية نحاول نحلها بشكل ودي، لكن إذا في طرف من الأطراف يود أن يتخذها بشكل قانوني تم إحالتها للجهات المختصة والجهات القانونية وينظرون في الأمر هذا. نعم. شنو السلبيات تشوفونها من الركاب؟ يعني مثل أحد ينسى جمطته، أحد ينسى، يعني في مشاكل ممكن تحب يعني من خلال برنامج نوجهها لإخواننا. نعم. ونذكر فيها إخواننا، شنو هذا أكثر القضايا أو أكثر المشاكل؟ أكثر المشاكل من خلال الركاب. الحمد لله الحين يعني قلت المشاكل، كون ان الجهات الحين التسهيلات اللي يحتاجها الراكب تم توفيرها في مبنى المطار رقم 4، تم توفير جميع التسهيلات والاجراءات وما في مشاكل الحمد لله. في البدايه كان المطار ما كان متوفر كل شيء للمسافر. نعم. لكن الحين كل شيء واضح وكل شيء على مرء المسافر الحمد لله رب العالمين. المشاكل يعطيك العافيه ملازم هدال على هذا اللي. الله يعافيك. أعزائي المشاهدين، ننتقل إلى فقرة أخرى من برنامجنا، تابعونا.
يبدأ إجراءات التفتيش الأمني من النقطة الرئيسية في المطار بإفراغ جميع الحقائب والأمتعة في الصندوق. بعدين هذا الصندوق يدش جهاز الإكس راي. جهاز الإكس راي يبين لنا الأمتعة الموجودة داخل الحقيبة. بعد ذلك يتم دخول المسافر ببوابة كشف المعادن. إذا قام بإصدار إنذار نقوم بعد ذلك بإدخاله بجهاز البادي سكان. بعد البادي سكان نقوم بتفتيشه ذاتي. الأمتعة بعد ذلك إذا فيها محظورات نفتح الحقيبة ويتم إزالة الممنوعات أو المحظورات أمام المسافر وبموافقته بفتح الحقيبة. المحظورات والممنوعات الممنوع حملها في الحقيبة هي السوائل أكثر من 100 ملي، البودر بأشكاله أكثر من 350 جرام، الأسلحة والألعاب على شكل أسلحة، أيضا ألعاب فنون القتالية ممنوع حملها على الطيارة والعصي بأنواعها. جهاز البادي سكان هو جهاز عبارة عن موجات وليست أشعة، يتم دخول فيه المسافر لعملية التفتيش. بعد ذلك يعكس لنا صورة مرئية على شكل لعبة غير حقيقية، يبين فيها الجهات التي يتم فيها التفتيش بشكل أو نركز عليها بشكل أكبر. طبعا دورة تطبيقي سنتين علمونا ان شلون طريقه التفتيش، شلون المحظورات، شنو طريقه التعامل مع المسافرين. نعم. طبعا المحظورات اللي هي مثل المواد الليكويد اللي هي مثل سوائل عطور فوق ال 100 ملي هذه ممنوعه. نعم. بتكون وغير الاشياء مثل اللحوم الاسماك الأجبان. طريقة التفتيش والميتل جيت وش اسمه كشف الأشياء الخطرة اللي تدش داخل الطيارة. التفتيش أول شيء يجي الراكب. نعم. يحط أغراضه. نعم. يفسخ أي حديد عنده. نعم. أي معدن. أي معدن. نعم. أي معدن. يدش داخل الجهاز كاشف معادن. نعم. وتفتش جنطته. أوكي. وإذا صفر على الجهاز يتم تفتيشه ذاتي، وفي تفتيش ثاني اللي هو تفتيش العشوائي من كل 10 واحد. إذا يالنا مثلا مسافر شاد أعصابه، في بعض في فوبيا خاف من الطيارة. نعم. فلما يجي عندنا احنا نحاول نهديه. نعم. نطول باله نهديه نكلمه أكثر من مرة لما نشوفه يهدى مع الوقت. في بعضهم لا يكمل مصر أن أعصابه في أعصاب شديدة يعني، ولكن نتخذ إياه جراء أن نقعده نشرب ماء. لما يهدى. عزيزي المسافر، هناك قوانين حتمية لا بد منها فيما يتعلق بحمل المواد التي تشكل خطراً عليك أو على الطائرة والركاب المسافرون. لذا احرص دائماً على قراءة قائمة الممنوعات والتعرف على مسجدات إجراءاتنا. تذكر أن القوانين قد تختلف باختلاف الوجهات وشركات الطيران. وفرنا ترجمة متعددة اللغات وهي كالتالي: اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية والأردو، وذلك لنشر البرنامج الأمني والإجراءات لأكبر عدد ممكن من الجنسيات والمسافرين. This is a new step from us in order to spread security awareness among passengers. And also make sure your personal luggage with you all the time, or else you will stuck in a procedure and it may delay your flight. And thank you for your cooperation and for your safety. Pay attention. پیاره مسافرو، کویت ایئرپورٹ میں سفر کرنے کے لیے بہت ضروری سامان لینے کا قانون پڑھیے جس سے آپ کو خطرہ نہ ہو. آپ کے حفاظت کے لیے دھیان رکھیے. Le passager peut être toutes les informations et scanne le code d'abord avec la caméra de cellulaire. Pour votre sécurité, faites attention. نتمنى من جميع المسافرين اتباع الإرشادات اللازمة لتسهيل إجراءات السفر ورافقتكم السلامة.
يهدف مركز تدريب التخصصي لقطاع أمن المنافذ لتأهيل جميع العاملين وتدريب جميع العاملين في قطاع أمن المنافذ سواء كان المنفذ الجوي أو بحري أو بري. يقوم مركز التدريب في عمل دورات تأسيسية لجميع الموظفين اللي يتم تعيينهم تعيين جديد قبل دخولهم إلى مجال العمل، كما يقوم بإعداد دورات فنية وتخصصية للموظفين اللي على رأس عملهم حاليا. ويسعى مركز تدريب تخصصي لقطاع أمن المنافذ كونه إدارة تابعة لقطاع أمن المنافذ وكونه مسؤول عن تدريب العاملين في مطار دولة الكويت الدولي إلى الحصول على جميع الاعتمادات اللي تم الحصول عليها فعلا من قبل المنظمات الدولية مثل منظمة الإيكاو. يقوم المركز بعمل دورات بشكل أسبوعي في عدة مجالات، منها الدورات التأسيسية للمنافذ البرية ودورات المدونة الدولية للموانئ مثال على الدورات التأسيسية وطريقة استخدام أجهزة التفتيش للمطارات. حاليا اليوم عندنا دورة فن التعامل مع أعضاء السلك الدبلوماسي والقضاء لإتاحة الفرصة وإتاحة المعرفة الكاملة لجميع العاملين في المطار على طرق التعامل مع هذول السلكين المهمين. كنا نحن موظفين مطار الكويت الدولي ويمرون علينا عدد كبير من السياح والزوار ومن جميع الدول والثقافات المختلفة، وكنا نحن ننسق مع مركز التدريب التخصصي. عندنا ثلاث لغات، اللغة الأردو واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، وكوني إن أنا أحاضر حق الموظفين عندنا باللغة الفرنسية أعطيهم أساسيات التعامل مع المسافر. يعني لما يجي مسافر سواء إنجليزي أو سواء هندي أو سواء فرنسي، هني الموظف عنده القدرة أنه يقدر يتعامل معه بس بأساسيات عن المطار. وبالنسبة للغة الفرنسية تم عمل 4 دورات وخرجنا 80 متدرب. لكات دوار دوار لابوس كواش لابوس دوار مسيو سيتو وبوفي مرسي سورتي مرسي علي غوش دو سندي مسيو مرسي باو بوا او تين او كي دارسي كوتش مين؟ موبايل. موبايل كوتش مين دالو؟ دوبارا. أب كبار؟ آه، يلا باي. باب كله. شراب مناح. مجھے چاہیے. نہیں ہو سکتا. مجھے چاہیے. آواز کم کرو. أب کا پاسپورٹ؟ आप क्या बोलते हैं? मेरा साथ आओ, ठीक है? अभी सब आओ। نتحدث عن الإجراءات الأمنية رحلة الخطوط الجوية الكويتية المتجهة إلى نيويورك، حيث أن هذه الرحلة تخضع إلى إجراءات أمنية إضافية عن الإجراءات الأمنية في نقطة التفتيش المركزية. بالنسبة للرحلة للركاب للسادة الركاب المتجهين إلى نيويورك، يتم تقسيم الركاب إلى قسمين، قسم من 13 سنة فما فوق وقسم من أقل من 13 سنة. اللي من 13 سنة فما فوق يتم مرور الركاب عن طريق جهاز اسمه البادي سكان. بالنسبة للركاب اللي أقل من 13 سنة يمرون على جهاز كاشف المعادن. بالنسبة للأجهزة، بالنسبة للحقائب أو الأمتعة المرافقة للراكب، يتم فصل بعض الأمتعة الموجودة في الحقيبة، مثلا إذا في حذاء عزكم الله إضافي يتم فصله عن الحقيبة، كذلك إذا في سوائل أقل من 100 ملي يجب وضعها في كيس محكم الإغلاق ويفصلها عن الجنطة ويحطها في صناديق اللي تمر على جهاز الأشعة السينية.
وكذلك إذا كان عنده أجهزة إلكترونية مثلاً آيباد أو لابتوب يتم فصله عن الحقيبة ويتم المفتش اللي متواجد يتم فتحه للتأكد من تشغيل الجهاز. وهذه الإجراءات وضعت للسادة الركاب لأمن وسلامة الركاب، ونتمنى للجميع السادة الركاب رحلة سعيدة آمنة إن شاء الله. وكذلك نوضح للسادة الركاب أن في المطار لين توصل المطار قبل التوجه إلى البوابة الديوان اللي رحلة نيويورك في لوحة إرشادية تبين ما هي الإجراءات المتبعة لرحلة الكويت، رحلة الخطوط الجوية الكويتية المتجهة إلى نيويورك.